مساء الخير أزول فلاون، بونسوار تو الموند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبون دي مار البريون بيوتاي اليوم يبقى قرون شطة دير كان جيست حكايات هكذا. ألور مسيا أزدين عزو، بونسوار خوي العزيز، توفيق سعيدة، السلام أزول مدام نيدا تمزيغت، أزول أبوسي أمل دي زاد أزول سيدي أزول فلاكم جيو رحمانية الميد رياريتش رياريتش بونسوار لفي زازا بونسوار أطفال بارع نينا سلام سلام مدام نينا جمال أدم سالو ألو حسين بونسوار أفو بي هابي بونسوار فريمان جمال زعلاني دحمون مدام مسدي هي مشي ملك أبي أردو رفوار أنيس وليد بونسوار أتوس السلام عليكم بونسوار جانجو جانجو سالو لا فيريتي أهلا طبيب تاعنا مالك أبي كمال عينوز أتيلا لونيميد بونسوار بيكو بيكو علاش جواجلا ما يروحوش يجاهدوا كون نجاوبك في الديبي تاع اللايف يتهلك اللايف نتا نحيك جواج لا ما يروحوش وش يجهدوا ديغاج دلا سيل تو بلي عندكم داك الجواج لا جمعه مباركه للجميع ان شاء الله عليكم جميعا شيخ ابو لهب مرحبا بك العلامه بلال عابد وورلد انس بونسوار جمال اي ويت تك سلامه لنيميد سلامه سلامة إذا خطبكم الجاهلون نقول سلامة ويت تك مادام انت تك ويت صافي دي تهضر معنا احنا جاهلين واتفر فوتر بيان سور اون لي بريكوسيون نيسيسار فو با اوبليي لي كابوت سينو تطوم مالاد الو ماما دو عندك الحق خلينا نربو ليها كتب على الجواز لهذاك بونسوار يوسف سلمى بانت نور الدين أوشيش صحية محمد صحة نور الدين على اشتكوني بسنن مو صافي بليزير انورم بليزير شوفك اللايف كلو كلول الزول موهوشن الزول حسن روباش منقصص واتفر فوتر تعرفش تكسب قبول من ديكار ديكار تيرك 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 تعرفش تكتب راح تضيع لي الوقت نتاع عينيا باش نقرا الناس اللي خرب منك الور ما رايك في مظاهرات الجزائر اليوم نصرة لغزة دوك نجاوبك بونسوار بشير رحماني الي مدام سعاد هواري بونسوار ابو فريمان لي زوم دي بوفوار الجزائريين اوتوريزي بصبع الزرقاء مارشي اي نون با اون مانيفيستاسيون بور لي باليستين بونسوار بشير رحماني زهرة زو او وينو سيجار ريغارد جوست على انتيريور طون بونطالون الي على الارير عندك هذا ابراهيم حاجه اسمه حاشا اسم ابراهيم راه سيجار في زوكك انسويت اليوم لا جماعه شوفوا لكم حاجه راني مرتي واحد هذا بين الداوي يشوف الطياره وين طاحت اكزاكتومون تحية خاصة سلام تيارة المون تحية خاصة الوطنيين الشرفاء الأحرار أحرار لكن زي جماعة زي توتر ديجاج دولا تو سامبلمون عاش كان الأحرار تاع المية دي شكون يباصو الترم حرار شنو الأحرار يعني الأحرار وي تحية للأذكياء الهادي رونا سانك برافو تحية للأذكياء لا فرانس صابوت لي جوار دو فوتبول ألجيريان باسكو إيزون سوتنو لي باليستينيان أنيس واليد سي با دي جوار الجزائريين سي اون توندونس حلوفه على الانترناسيونال كمل عينو تحرر الجزائر فلسطين سهله عندك الحق بين كازارا بونسوار اتوا صالح تاكيد ازرف اللون علي بونسوار ا تو لي اوديتور كي فيان دو روجواندر دوكا جي باسي سور تو سامبلومون لو بريامبول لو بريامبول شي يقول ديماريت اللايف جوست بعد ما سمعت واحد السيد سموه هانيه أبارامون المعلم تحمس قاعد يهضر أنا ننصحكم تحطوه قرون تيكرون وتشوفوه
باش تعرفوا واحد كذاب كي يهضر وتفرقوا بين واحد صح كي يهضر، حطوا هو منا وحطوا ناس اخرين تاع قبل الحرب العالميه الثانيه يهضروا، وتعرفوا واحد اللي يهضر يدرك يكليني في عينيه وحواجبه هنايا مقرونين هذول كي يهضر على حركه هو يعرفها. سي تو سامبلومون لو بير دي فيش دو بوت que les Palestiniens, que le peuple honorable palestinien a fait. C'est ça, Hania ou Sahabou. Le pire. Alors, parce que Abu Mazen, ou Abu Mawazin, le Fadl Qfuf, c'est pas ça, c'est bien déclaré de l'ouel. C'est ça. C'est un fils de pute. En fait, c'est la pute ou c'est la bintha. علاش نقول لك ما على باليش ظهرت لي في راسي سي اوت بوزي لي كيسيون اي دون تيري كيما نقولوا حنايا من لا ريبونس تاعي واش حبيت نقول انا اكزاكتومون جايكي ماشي غير هذيك كثر فوالا دونك سي تافو دو فوار لالجيري ما نهضروش عليها لالجيري اما تهجر اما تحمل اما تنفجر ما عندناش حديث واحد اخر خارجين بالآلاف مساندة لواش الغزة غزة أصلا جريمة إنسانية قاموا بها الخونة الفلسطينيين ضد الشعب الفلسطيني برك مشاو مع إسرائيل ومع الأمريكان بيركسا كلش قدامكم مشي نهضر صاروخ الحوثيين شتو الحوثيين زي ما هو ما شتوهمش على بالكم بلي الحوثيين يكون يحط كلاشينكوف يتخبى وراه يضرب ميسيل وين يفوت السعوديه والمجال الجوي المصري والخليج كامل رايح لاسرائيل تعترض سفينه امريكيه بون ما عنديش تعليق حقيقه قالها سيد الماريكان الله اكبر الله اكبر محمد رسول الله علي ولي الله الماريكان حليف الله صليوا كما تحبوا درك واش قاعدين نشوفوه قلناها لكم من قبل على بالنا واش قاعد يصرى على بالنا واش راح يصرى نجيب لكم انا كلمه شوفوا اسمعوا مليح على بالكم باللي كاين اللي يقول خيمه تاع البر كاين اللي يقول خيمه تاع الشعر انا نقول لكم اي دوله مبنيه على خيمه تاع الشعر هاو لكن نجحت في حرب ضد المسيحية الصهيونية بولو الأقبري مبارك حفوا رب الحي والشعارات نحيو عليكم الخيمة اللي راكم لابسينها وزالي فوار بلو كلير تو سامبلومون مي نو موح موح كومو فوتو كي سوا ديرونجي كومو تي فو كي سوا ديرونجي وي خروج الاسلاميين شوفوا الاسلاميين هادو لازم تفهموا حاجه الاسلاميين هادو سان كونسير شوفوا الاسلاميين الفرق بينهم وبين البرديل ماشي برديل تاع النساء تاع الدراري كيما ورقه تاع ماسه تاع الزطلا كيف كيف دونك تحكي ليش على الاسلاميين خلاص انا صحاب الشعر وهذوك خليهم نقول لكم حاجه اميري تسكير واش يصرى لهم علاه مخدومين هكذا ان اسكلاف دمر ان اسكلاف الاسكلاف هذا كما قال لابو ايسي لا سيرفيتود فولونتير الاسكلاف هذا يحب يكون اسكلاف وفات كما سندروم دو ستوكهولم لامور دو دي تورسيونير ولا دي جولي مي اسلاميين ما تهضرش عليهم خلاص اسلاميين ديروا بهم شحال بيتو هما راح طب اللي نقطعوا بالزر ما فيهم حتى حياه شعل ويسخن شعل ويشعل النار المهم هو يشعل برك أصحاب الشعيرات قال الشيخ أبو شعيرة من تمنطقة تزندقة ومن تزندقة تحققة ومن تحققة تطقطقة ومن تقطقطقة دخل الجنة هذا العلماء أبو لهب عن سيدنا أبو البخاري مش البخاري باباه وفد باكتبه وخلاها له
En Algérie, ils ont arrêté le championnat de football en soutien à la Palestine. Allah ya Jamal, khoya. Madame Wassila, marhaba bik, désolé, désolé, désolé pour cet après-midi. J'étais super, extrêmement. Je suis occupé, Marc. Fou grâce. Très énervé. Al-Mohim, bref. Pour des raisons spécifiques liées à Anna. Merci pour votre générosité. Soirée de motivation pour mon frère. F12, hashtag bonsoir, mon président. Bonsoir à vous, Madame Wassila, tout honneur. Marhaba bik, live. ميسيلي طار من اليمن قادر ميسيلي يقول لكم طار تعرفوا منين من مقاديشيو وجا طالع وين رايح رايح لاسرائيل ميتنون المشكل الكبير احنا عندنا مشكل وقيله تاع شعر وش هي حكايه حزب الله مع اسرائيل تو سامبلوم كاس كي سباس الشمال تاع غزه تاع فلسطين ولا تاع اسرائيل شو المشكل؟ أنا فاهم المشكل بس مانيش في موقف وين نهضر لكم على المشكل مالوريزمون لا مالوريزمون ما نقدرش نهضر بزاف مي نخليكم تفكروا شوية القنوات الفرنسية والله إلا بعض القنوات الحرة اللي ما تشوفوهاش في الساتيليت وفي لا تيلي اسمعوها سي ميو من الجزيرة الجزيرة جابت واحد الأخصائيين سموهم الأخصائيين قسما بالله قسما بالله أخصائيين تعرفوا فيه في التبغليت البغل الخو والله لا يعرفوا قعوا من بعو والله يهضروا برك يتيريوا برك يلبس كوستيم كرافاتا يحفف ويديروا الفونس دو تاعن لا ماكيوز ويجي دوفون لا تيلي كيما الكرفه تاعنا تاع الانجليز هذاك لا ميم شوز جاي يحكي في واحد الحكايات على الاسلاميين وعلى كذا سمعوني كالكو تريك نتاعو بكم بلي حرت دهشت يعني تالمو تالمو حركي تالمو خاين تالمو خبيث تالمو كلب من كلب من اصل الكلاب حاشا الكلاب نحبهم من اصل الجراثيم نسمع في موقف الخارجيه التركيه قاعده تهضر تا راجل تايا يا ربكم ماشي كل الناس رجال ماشي قاعد تكوره رجال راجل مش قضيه فيزيولوجي قضيه عقليه قضيه عقليه تو سامبلومون Monsieur, pour information, les cheveux sont très utilisés dans l'agriculture bio pour lutter contre les mauvaises herbes. On peut en exporter. Bravo, moi, c'est excellent. Je vais faire beaucoup de une série tondeuse. Merci, monsieur Ben Gazara. Tu sais quoi? Nous allons faire une ferme. Il y a un chat qui est là. Eh bien, il sert à quoi? C'est ça. Bon. Je vais faire un chat. Le chat est un chat Kamel, le Mahaboul, le Qardafi. هو اسراطين القذافي نو انا سمعته هذا ثاني قريب يقولوا زنقه زنقه دار دار هذا الكرفه هذا تهاني هذا الطحانه طحان الملتي مليونير هذا الكلب هذا الخماجه هذا فهموا الرب نتاعي انت ما عندكش منفذ ما عندكش مخرج تو كومي اون اتاك كي بروفوك لو ديلوج على ناس وليدات نساء اكسترا قاعدين يموتوا وجاي تهضر وتقول لي ننتصر والدول العربيه اش من دول عربيه بكل دافعين السفي تاعهم عند اسرائيل وبكل مسنين كونترا سي دي اش من دول عربيه وجاي تهضر تمسخر بينا بالشعب تاعك بالدول اش قاعد تمسخر اش قاعد تهضر الناس يسمعوه هو كي كي مونغوليا يغمز بعينيه علاه مسكيني با موش مآمن واش قاعد يقول باسك خاين الفلسطينيين خاين الام اللي نط تبكي خاين السيد اللي فقد بنو الناس تامن القيادات هذه هذه قيادات طيت طيت طيت, طيت. فوالا جي ان ابل جو ريبون
وي دي بوال بو بريفيلير وي اه مثلا الخوانجيه والله مسا مسا والله ما بيوريفي ولا قسما بالله تحكمك شوفي تحكمك اون اون لي بومون تعرفي واش هي تعودي تجري من راقي راقي شوفي غير في هذه شوفي في الفلاحه يحطهم في الزرع بصح في الهواء لا لا ما حنا لا ان اكسبتابل هنا تما الي اون برون بروميير ابل الو الو مساء الخير مساء الخير مشرف مالي صافا بيان استنيتك تعيط البارح ما عيطتش واليوم ما عيطتش فاميلتك قال لي او يعيط هو يفهمك وش هما لي 50 بوست هادو الناس محتاجين يهرش لي 50 بوست هادو تاع لي ستوديون لي بيس لي فين فوالا جو دابور بونسوار ا تو مون Donc, il y a 30 postes, c'est des CDD, oui. C'est des postes de vendeurs essentiellement. Oui, très bien. Ils recrutent essentiellement des étudiants. C'est pour la période des fêtes. Donc, il y a des contrats jusqu'à février. C'est très bien, à la période des fêtes. Je comprends mieux maintenant. Ouais. D'accord. Et personnellement, je vais travailler là-dedans. Je vais faire quelques heures. Et je me suis dit que ça serait une bonne initiative de donner l'exemple, de faire un exemple et de dire que ça peut marcher. Excellent. Mais, monsieur Ahmane, je n'ai pas eu un seul CV. Ma tête, j'ai coordonné à Khali. En vérité, il n'y a pas de souci. Donc, non, il n'y a pas eu de coordonnées. Il n'y a rien eu. Et ben voilà, donc c'est normal. Quand tu fais une annonce, on cherche les coordonnées. Même les gens qui sont intéressés. Mais je ne peux pas mettre les coordonnées et je n'ai pas de réponse. Non, j'avais laissé un mail en fait. Un mail indien. Mais en tout cas, je vais vous donner le mail. C'est des postes qui sont. Enfin, c'est des postes de vendeurs dans une grande épicerie fine. Donc, c'est essentiellement des touristes. Andy, des candidatures déjà. Hot le mail. Sur le live, hot l'annonce, hot le mail sur le live, le commentaire. Voilà, naïtlek, je prends ton mail, on a des candidatures déjà. Merci Salah, merci. Les petits gestes, c'est pas les petits gestes, c'est de grands gestes. Merci pour la participation. Le but de mon initiative, en quelque sorte, ça serait de donner un exemple et de dire que comme quoi, voilà, ça peut marcher. S'il y a un seul. Un cercle vertueux, on va dire. Quelqu'un va offrir des postes, on re-soutient la cause continue de soutenir les gens qui en ont besoin, et ainsi de suite. Voilà. Mais ça serait vraiment bien de dire que voilà, d'essayer, de dire voilà, ça peut marcher, ça marchera, Inch'Allah. Inch'Allah. Ya khouya, chouf. Rani maak. En tant que jeune entrepreneur, je suis tout à fait maak. Plus tout cœur. Attention, j'ai rien oublié. Tout est en marche. On dépasse juste certaines difficultés techniques. Et je reviens vers toi très rapidement. En tout cas, j'ai confiance. Ah, t'inquiète, tu vas voir. Et ça aura du résultat. Bon, sur le sujet de ce soir, si tu as quelque chose à dire, Marc Bebek. À part ça, la vérité, je n'ai pas de regarder la politique. Ah, خلاص, عندك الحق. Très bien. La vérité, hein. Ah. Je pense que tout est clair. Là, il suffit plus de parler. Là, il faut agir. Exactement, il faut agir, s'organiser. C'est tout. La politique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de nous bâtir nous-mêmes en tant qu'entité. Peut-être, on va réfléchir à la politique. Peut-être. Voilà. Il faut avoir les moyens de mener sa politique. Il faut avoir les moyens de sa politique, exactement. Bravo. Ouais. Excellent. Voilà, on va de la politique. Voilà, j'aimerais vraiment que des étudiants numides en profitent et qu'ils font profiter par la suite la Khouya, hot dork. Le mail tag, les trucs tag, un a personnellement dit un ou deux candidats ligues. Aïe. Je vous envoie l'adresse mail de suite. Je vais la mettre sur le live ou je vous l'envoie sur. Et tu me l'envoies sur mon privé, mais si je suis sur. Sur le prix, ok. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Merci. Bonne soirée.
ميرسي ميرسي بونسوار. ألوغ جون أندرسون، أستاذ رحماني شوف الميساج في الفيسبوك تاعك، بعثت لك واحد شيخ يهضر فيك ونشرها في اليوتيوب. شوف جون أندرسون، باش نفهمك حاجة، أنا مدير في فيسبوك تعرف شي هو هكذا حاجة، غدو في نيميس ميديا يورا فيسبوك نيميس ميديا، بصح فيسبوك تاعي اللي تهضر عليها جون أندرسون كاين واحد ديجا ما لقيتوش كاع، راح شي بارتيت الكود نسيت الدنيا تاعو، كاين الاخر يمشي ما نقراش لي ميساج تاع فيسبوك. ماتنو شيخ يهضر فيا سي تان مونور، تعرف علاه؟ باسكو كي ينطق ان بروبابل بيدوفيل اسكلافاجيست كريتان ان امبيسيل دوبلي دان اسكرو يهضر فيا انا سي تان مونور، يحطها في يوتيوب والله يحطها في زق مو ورموا في أبرت نشرها حتى في الجزيرة. تعرف علاه؟ الشيخ اللي تقدر تهضر عليه هذا، أنا راني في فرنسا غدوة الدور الدنيا نهبط الجزائر، أنا رجعو الشيخ ربيعة نحيلو كاع واش عنده تاع راجل نترانسفورميه المضمة، نحولو تحول جنسي مرغب كيقولو ماشي مرغب كيقولو مفرط ولا مفروض. وين نبعثو؟ نبعثو لإيران لي ميور سبيسياليست في ترونسيكسويال، لا تايلاند والو، إيران هي اللي كل واحد يديكلاري روحو ها طيط يبدلو ربو ديريكت، ما يخليوهش يشبه الراجل. دونك ما تبعثليش الحوايج هادو، سيرتو كي تقول لي شيخ، سيرتو كي تقول لي ها قندوره، سيرتو كي تقول لي واحد كيما الكرف هذاك تاع الشيخ عطا الله اللي قال للناس بناتكم جواري وهما يتفرجوا، يعني هو من الكلاب الكبار ان بيدوفيل والاخرين طحاحنا. واحد ما قالوا بنتي ماهيش جاريه، اختك اللي جاريه ولا بنتك. تبعت ليش الحوايج هذو انا جماعه؟ شوف نقول لكم حاجه، غير ما تكسروش لسانكم، اللي ما يعرفش الحديث نتاعي يخرج ديريكت يرست با يرست با. ميرسي صلاح سي امبورطون سكو في لو جست تاعك. الو كلام اصبح اصحاب الشعيرات ذهب الى مزبلة التاريخ، حاشاكم. واش من مزبلة التاريخ؟ زيكو تاع لاكتواليتي، واش من تاريخ تاع الحاضر؟ اسرائيل ريفونتيك لا جيتيم ديفونس سي فوتو بور لو حماس ماشي رحماني. ريان ريان كان ليجيتيم ديفونس ليتا سيوني سي تان ايتا كولون اي نا با ليجيتيم ديفونس. لو موند لي ميديا فول كري ان ايتا دان نون ايتا اي زون ريوسي ا الفير، سي سا لامبورطونس دي ميديا. Bah, 156 000 vues, c'est excellent. Mais c'est assez décevant quand même. Mia Stokhmsin Elf, il se met au Kerfa et Hadra Aliya, ou Miss Moni Shana, je suis désolé, c'est pas. Aya Tobé, vous démarrez au Béliou la soirée. Wallah, ma kim meltbek. Asma Chof, maître Matra Chaben la Ramdan. Ahadra normal, allez, dis speak in ça, deuxième appel. Atfadan. Quand tu as dit, allez, indouk. روح كون انا خلطها، كون تخلطها لي راني ندوخ قلت لك. روح حبه حبه تفضل. لا لا بونسوار مشي رحماني. بونسوار بونسوار. احنا راني في دار، ماشي في دار باسكو راني في دار، راني في دار بار فوتر ايديولوجي فو بونسي فوتر انتيليجونس، راني في دار او برانسيب دو لا نيميدي اي دو ماسينيزم. هكا الهضره يعطيك الصحه. فوالا liberté pour la capacité d'adaptation tac par rapport aux événements actuels ou le passé ou la notre qui représente notre futur. Donc là, طبيب, je suis algérien, un des cartes nationales. Yes, c'est une raïte qu'un طبيب تسلي ولا دين ربي. أنا راعيت لك الطبيب. ما متى ماكش طبيب. ما متى جزار. راعيت لك الطبيب. شغلي. لا 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 لا. سي مونضوانا. حاب نجاوب. اسمعني، حاب نجاوب بارابور هذاك الشيخ عطا الله. هو اللي هضر عليا البقس هذاك. كمل كمل. صار هو خليني حاب. انا عيطت على جل هذه والله. فريمون جيني
ورحت جيت توفي باش نجبد روحي والاخر معيط على جالو. كيقول شفت البارح فيديو اشتراك ليا البارح افون دو باري جو دي بونسوار اوزوديتور بونسوار كاع واسمهم هذوك جمال ادم يوم ورسان مدام وسيله ناصر يا ودي كمل بركه هذا يم بالتخاليه ما عليش تري سبونسار تري سبونسارين واش باش نقلقكم معك عطلة هو يقول شفت الفيديو البارح اشتي ابلي الاخرين انفع يقول حط صورتك هكذا على الكوتي يقول مسي رحماني واحد انا الشيخ عطلة انا الطرق راني سكران تبع ما خليني نكمل بركة مسيرة كمل يقول واحد سكران ويحكي يقول أنا قرآني أنا قرآني ومبعد بدي يفسر راح من القرآن راح للسنة الرسول يقولي فريمون دير كنت ناناليز يقولي فريمون دير باللي إحنا هو في لي ماشتا وإحنا ما نحبوش الرسول دودو أنا جايك خليني ما نطوش عليكم دودو يقول هو ويحكي الأحاديث تاع الرسول تقول حكيت على الأحاديث تاع الرسول أنا دركا أنا قرآني أنا إنسان قرآني ميستيك الشيخ عطلة تعرف شو ما أنت ميستيك أنا قرآني الشيخ عطلة أنا نجوبك أسمع أسي الشيخ احنا مانيش نديرو في البوبوليزم احنا ولا لي احنا تلاميذ مسي رحماني تلاميذ تاعو ماش هو وحاشاه يعني نوتر بريزيدون اون جامي يوتيليزي لو بوبوليزم لي سونتيمون الاسلام بور نوتر كوز دو كي تحكي على الرسول نحكي لك على الرسول عليه الصلاة والسلام كان واحد صحابي كانوا يشربوا شراب وحطت آية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكذا وكذا ما نشكفيك أنا نتذكر واش قريت واحد صحابي يشرب شراب والصحابة حبوا يضربوه نجيب لكم نبعث لك مام الأخرى تاعهم يحبوا يضربوه كذا قال لهم الرسول خلوها هذا نحكي مع طلع ديركت حبوا يضربوه كذا والأخرين راحوا في غزوة هكذا في حرب كي جاو هم يمشوا اوه حبيب الله رسول الله اللي نحبوه لما ناش نحكو على الرسول نحكو على الأحاديث تاعو اللي تتبدل كان غير القرآن اللي ما كاش اللي يقدر يبدله بس كوعدنا ربي المهم مشاو عاود ولا بهم الرسول وقاه ميت ورفض يدي الشهاد قالهم قلت لكم اتركوه فإنه يحب الله والرسول يا الشيخ اللي حاب الدير البوز ديجا شوف دو ان واش جاب ربك عند مسيو رحماني صح انا معك واش ماكش معايا مانيش معاك انا ديكوتي فيزيك ولا ميهمنيش داكور معاك جابك عندي اي واش جابك عندنا اي اسك مسيو رحماني جا عندكم جامي بيرحطونا راه تلصق راه خويا راه تلصق دي اخرى راه تلصق كيقول لك مسي رحماني جسي كورانيك وانا ماشي مسي رحماني انا تلميذ تاع السي محمد الياس رحماني تلميذ صغير انا نقول لك التلميذ تاعو انا شي كورانيك ميستيك ما نقدرش تفهمش واش معناتها ميستيك ما انا قراني انا يا شيخ عطلة انا انسان قراني ونحب الرسول ونحب ربي ولكن نسمع كلام تاع ربي تاع القران برك انا بابا رباني هكذا بابا كي كان كبير انت كنت والو ما كنتش وتستعمل في الشعبويه وشنو هو الهدف تاعك من إعاز ولا من حاجة أخرى ولا فتوى هذه جاتك ولا رقدت ونمت
ربي ربي يقول كي تروح لمكة دير الحج انت تحفف لي واسمهم هذاك الطبق الطبق نهضرك بالعربية الطبق تاعك تحفف الشعر كاع انت لي نحكي معاك علاش 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 تدنا والناس اللي خاطنا الرب تاعكم سيدة ويحكي في دنيا أخرى أنت زعما دخلت زعما أسي هذا الياس رحماني يكره الرسول نعم ويقول إني قرآني سوف أكشف بأنه يالس يحب القرآن والرسول نعم نعم الله أكبر يا علمات أذكرك ميزم راح بدون لكم شي با كونتر المسجد وربي اسمع الشيخ عطلة هد روحك باسكو راك دخلت مع انسان علمي ونقول لك انت اذا كنت انت مدين ربي تعرف شي يقولك وكل انسان جعلنا طائره في عنقه ونجعل له يوم القيامه كتابا اسمع السي الشيخ عطلة هذا الانسان مراش يشرب داخل الجامع الصحابة كانوا يستكروا حطت آية ولا تجيجي حاجة فردية حاجة بينه وبين مولاه وش العلاقة تحضرت عشرة وش العلاقة تاعك مع سي رحماني مع الرسول والقرآن والشراب يا ودي عندك علاقة طبيب طبيب علاه تتلصق اسمعني اسمعني كمل 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 وقلب واحد طرطك كمل علاه 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 راكو علاه راكو نتحداك يا شيخ عبد الله روح لمكة انت داعية وفر عني كساء تاع مكة يلبسوا الحايك تاع المرأة الجزائرية نتحداك نتحداك روح انت لمكة وقولهم نحوا القميص ولبسوا سروال لوبيا تاع جدودنا ولا جب قبايل ننسى ودير بلا خمار سيدي نتحداك علاه انا يعني على بالك والله زعفت البارح زعفت فريمون جيتي ديغوتي كاع علاه ماشي ديغوتي ماشي نو جو لي برون افيك دي سونتيمون جي با جو فيان لا بروندر انا لو سوجي لو سوجي هذا جو فيان لا بروندر انا ام ديغوت با دو تو تعرف علاش والله غير شفت البارح على بالك شفتو على بالك تشوكيت جيتي شوكي كومو على بالك ان بيرسوناج بوبليك داعية امام شغل معلم بريمير ولا سيام ولا امام انا جو فواكم صافي 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 طبيب صافي فاهمك فاهمك حاجه اسمعني اسمعني طبيب طبيب عندي اخويا عندي خلايا جرثوميه في مخي تعرف لا سبيسياليتي تاع حواش ديتيكتي العطاطي كي نشوفهم غير ديتيكتي العطاطي ديتيكتي العطاطي نو 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 حوس انا كلمه اسمع عيط للقسنطينيه قول له سمعت كلمه عططي انا عندي جراثيم ديتكتي عططي هذا واحد منهم وهذا نضحك يهضر عليا تعرف علاه باسكو نعاود اسمع مليح الطبيب كون نعاودوا عجله الوقت واحد كي واحد كيما هذا تعرفش نقول لك قدر الله ما شاء فعل مصاب كبير في شيخنا عطا الله اسمعني اسمعني مسيو الياس في تريبوندر دي طبيب ميديكال شوف كونتوني دون ان سيرفيس كون ابل الناس بزاف ما يعرفوه سيرفيس بار اكزومبل بون بار اكزومبل دوزنا كورونا بار اكزومبل سيرفيس انفيكسيون داكور كونتوني على بالك لو سيرفيس انفيكسيون ما فيش ديلي تاع لي يجي الليله ويخرج ليله ويخرج يومين ويخرج يا دي جون يا عندهم دي 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 بون شي دي فيروس دي فيروس لور تلك الفي اش ما على باليش انا بون يا دي جون اون سون فيش يا دي جون اللي عندهم اون فيفر تجي عندك مالات في السيرفيس سبيسياليزي في الانفيكسيون اسمعني خليك هذا يسمع فيك فوالا يجيك واحد عنده لا فيافر بون ان فيافر تشرب لا باراسيتامول ولا الاخر ترتاح غدوه ولا ما سيدي ما تشربش الدواء تيزانه
تيزان الشيخ عبد الله شرب تيزان الزعتر يجيك هذا الانسان عنده فيفر بار اكزومبل انترميتانت تروح وتجي يوزن له لا فيفر تطلع تحبط يشارج لي زيتولوجي لا كوز يعني السبب فوالا الشيخ يحوسوا على السبب كي تكون الحمى تطلع تحوسوا على الاسباب وكاين دي فيفر كي سون فريمون تاع تروا ما كات ما في سيرفيس نحكيك انفيكسيون تلقاه ما عنده والو تلقاه مع انه حرقاه تبحث فيه ودير لي زاناليز الاخر سيت اون ايرور ماهيش تاع طبيب ولا الاخر تلقى عنده شت بين الصبع الرابع والخامس تاع رجله وحشاكم تلقى عنده جرحى هذيك نعيطوا لها امبورتونتري قالوا الخامج كيما هذا نقول لك الشيخ عطا الله ما عندناش كيف نقول لك بالعربيه تي بورا جامي اوفر اون بريش بور لانتيليجونس الجيريان اي سيرتو كان الجيريان ان الجيريان تري بروفون عندو اون اسيس لي شوف لي كول اللي قرا فيها ريبوها وما تريبش اللي مورال اكزاكت وين ما نطولش عليكم اي بونسوار ان شاء الله ماني وربي يحفظك ميرسي حفظك الله ميرسي ابو كيما يقول هاشتاغ هاشتاغ ميرسي بوكو ميرسي بوكو طبيب كيما يقول هاشتاغ هيا ميرسي بونسوار صح والله كي قريت في الكومنتار عرفتها باللي النقش هذاك باسكو اكبر كلب من كلب اتونسيون هذا كيخدم مع النظام ديريكتومون مع النظام الجزائري الحالي الكلب بن كلب تاع عط الله هذاك شيان فيس دو شيان ما عنده حتى علاقه بالاسلام انا نسكر ونزطل نديرهم بكل تعرف شنو نديرهم بكل صح امين بالله يا رب العالمين هو يدير حوايج تاع الشيطان تاع الشيطان تعرفوا شنو تاع الشيطان والله كون يديروا عليه لا بولي جوديسيير اون انكيت غير يطلعوه بور بيدوفيلي اغرافي أعطيها لكم من الأخر شوف يا عبد الله لكن حط روحك فاهم تعرف يا ربك حنا بقدها بعد عليك قسما بالله العلي العظيم بعد عليك بربع قرون تقحبين ريح كيما راك برك عجبتني كومنتار تاع صالح واش قال صالح قال لي زوج خناش لا مصاطيش يجيو في وقت الشدة تانكيات شيخ عبد الله راك ميزيت على حصان خاسر يا ربك ماكش حطيه في حصان بعد طاح فيه بغل كي ا اون انفي دو بروكري بون علي بارون دو تشوز عندي ان ابل اليوم غير ما تكسروش شيطانكم راهي سان جوزي لي بيرسي تكنولوجيك لي بلوز امبورطون ان 2022 سون لانتيليجونس وي لانفورماتيك كوانتيك وي لا نانو تكنولوجي تو افي نانو تكنولوجي فاصون يسرجواني كاملين لا لا وي تو افي شوف هادو بكل tu es dans le même monde dans la même bulle c'est ce qu'on appelle dans le cas pratiquement يعني كيفاش نسميوها toutes les technologies tendent vers ça علاش على جات le croisement de données le croisement de données permet une acquisition rapide du savoir et c'est le plus important العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بياسر ما نهضرش على الشيخ عطا الله الشيخ عطا الله جمال بيان كو لي زيلاب نتاعو القدم يجيبو دي تيمونياج باسكو لا بلوبار نتاع النقوشه في الجهه تاعو هو اللي خرجهم باش نجيبها لكم من الاخر وزوج مباركه اكزاكتومون وزوج من مسيله والله روكات است مهني ستة ما يقدرلوش يا ربك زيلا ماشي ما يقدرلوش بور لو ساتيسفير باكي لي فوا حاجه اخرى بالك نجيبو دي سينيغالي ولا دي كونغولي شي باني انا فريش حتى سي با ايفيدون الحوايج هادو سي هاي تجي علي عندي ال 24 تاع الجيري ما نعرفوش جو لابيل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إبراهيم مرحبا مرسي. تفضل خويا. كيراكم دايرين أخي؟ الحمد لله أخي. أنا دائما نتصل
اتصل بك ولكن نحب دائما نسقسي على الصحة تاعك هي الأولى. يا أخوي ربي يعيشك الحمد لله رانا معاها ساعة قبيحة ساعة مليحة أو في أفيك كيما إنسان مريض أي إنسان مريض هذه العقلية ساعة مليح ساعة قبيح. مسيو الرحمن إذا كان يسمح لي أخويا بغيت نتكلم على المشكلة اللي راه ساعة تاع إسرائيل. وي أفيك بليزير تفضل خويا العزيز جاوب خويا بكل صراحة. لكن لا لا نعرف ما عنديش شك في الصراحة تاعك. أولاً هذا الإسرائيل هذه القضية هذه قضية إسرائيل وعد بيرفور تاع دو نوفمبر من 1917 وهيرزل إكسترا هذه كلها مبنية على خرافات وأساطير للعلماء الآثار الإسرائيليين فندوها ما يسمى بالجغرافيا الدينية. يا أخوي إلا كنا إحنا في مصر ونتمنى أن الناس تروح تبحث على هذا الباب لأني نتكلم عليه فيما يتعلق بالجغرافيا الدينية اللي هو مشكلة كبير وخطير. يعني إسقاط الكتب الدينية على الجغرافيا والقول إن كانت تتطابق أو لا تتطابق أو نسبة تطابقها على كل حال. هذا علماء آثار إسرائيليين قالوا باليهودي إذا كانت تبنى على التوراة باللي خرجوا من مصر حلوا بالعصا سيدنا موسى فتح البحر خرجوا من ثم وقال لك تخمر فلسطين. قال لك وهنا جاء الهيكل تاع سليمان اكسترا اكسترا. قلبوا فلسطين قلبوها ما صابوا حتى اثر يدل على وجود يهودي واسرائيلي في المنطقه. قال لك كاين تناقض. كيف تناقض؟ قال لك دوك اذا كانوا ما خرجوا من مصر وراحوا وقطعوا البحر وراحوا لفلسطين. قال لك فلسطين كانت متابعة للسيادة تاع مصر أليبو في هذا الوقت. قال لك كيف يهربوا احنا نبغوا نبسطوا يهربوا من الذيب ويطيحوا في غارة. قال لك هذه سي با نورمال. هذه من وجهة العلماء الآثار الإسرائيليين على كل حال اللي عندهم تعتيم عليهم تعتيم إعلامي كبير. مانيش باغي نعاود نولي إلى الجغرافيا الدينية المزيفة اللي صنعت لنا بيت أعطاوه قدسية بناء عبد الملك بن مروان لم يكن له وجود أبدا. أنا مش باغي نطول في هذه الإشكالات لأنها ربما تكون عاصية على الأفهام ولا يحسبون الناس إحنا موحدين ولا كذا ولا كفار ولا جوسي باك عارف إحنا التهم جاهزة دائما جاهزة عند هذا الإنسان أبو شعرة دائما التهمة جاهزة ما فيهاش يا إما زنديق يا إما كافر يا إما كافر. اللي بغيت نولي لها يعني يوجد إنسان فلسطيني مفترض يوجد قضية فلسطينية الإنسان فلسطيني راح عاش التهجير وعاش القتل وعاش الاضطهاد ما فيش كلام. وإلساق القضية الفلسطينية وإعطائها البعد الديني هو اللي خسر القضية الفلسطينية. برافو سي سا وي. لو كان مثلا تقول للناس اليوم يسمعوا فينا على كل حال تقول لهم بعد ما دار ياسر عرفات اتفاق أوسلو 93 ولا 94 في قضية حل الدولتين كاين منظمات في إسرائيل رفضت حل الدولتين رفضتها وعلى أساسها داروا الاغتيال تاع إسحاق رابين هذه دار الاتفاق في 1990 صح.
من بعد هذو الإسرائيليين، هذو الناس اللي عندهم إتقان السياسة في مشي شعبوية، هم حاسبين في بالي هذو الناس إسرائيل حاسبين، ما بيش نقول دولة ولو أنها رأي موجودة فعليا، ولكن هو كيان غاصب. إنما من ناحية سياسية ناس دي قرام مش يزعبه. هذا اللي تاعك لك بغي تواجه، يخلك تعرف بلك تواجه في كيان من الناحية بوليتيك مبارن سيدي قرام إيضا بروف. سمعوا لأن حركة حماس بدأت في الإزامة كتر فانكار، لكن كانت حركة بسيطة ما لا 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 خلقت نضيف لك معلومة أسمع في أسمع أسمع لا ويكيليكس لا والو. ضف إلى معلوماتك تصريح الشيخ ياسين ربي يرحمه، قال حماس إبداع إسرائيلي، خلق إسرائيلي، هذه الأولى. كمل هذا إيه غير بيت نقول لك هذه الجملة أخويا، سامحني أخويا مشير رحمن، على بالي بلي أنت ما تحتاج وثائق ويكيليكس، حنا نهضروا على مع الناس اللي يسمعوا فينا. برافو كمل. أنها سمحت إسرائيل بتمويل بالمال، تمويل من طرف قطر ومن طرف السعودية لمنظمة حماس، لأن رغم على بالهم بلي كما أمريكا صنعت الطالبان وصنعت القاعدة وصنعت داعش، وما ثاني صنعوا حماس باه يضربوا حل الدولتين، باسكو حل الدولتين هذا ما راش فين، ما يخدمش المصالح السياسية في الالون تيرم لإسرائيل. ابتنات باريزون ابتنات في خلال 6 سنين، شوف قطع غزة صغير ما كان والو، ابتنات فيه فايد 600 مسجد نورمال بأموال قطر والسعودية والخطاب الراديكالي، ودروها أنها ضد المنظمة للسلطة الفلسطينية، وفي نفس الوقت هي كونتر إسرائيل وكونتر وجود إسرائيل. إسرائيل قالت لي أنا كانت تقول العالم مولي نسامحوني، أنا ما نجمش ندير حل الدولتين وأنا ركين منظمة إرهابية راهي تشكل خطر على المصالح تاوي. إكسلون. إكسلون. ودارت هذاك المسمار في النعش تاع حل الدولتين، ولو أن ياسر عرفت على كل حال هو زوج تاو درام منظمة فتح إكسترا إكسترا إكسترا، ما نهضروش في هذا الباب، لكن ياسر عرفت كان بارابور لهذ الناس هذو راجل سياسي. كانت عندها سياسة ننقضوا سياسيا، لكن هذو ناس أعطاوا الفرصة لإسرائيل تقتل الإنسان وتحطم البنيان وتقتل الحيوان. حبس ستوب 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 نحبسك هنا. شوف تبع معي مليح حاجة، جيت نفتح قوسين الهضرة تاعك. شوف ياسر عرفات كون جا في وقته واحد اسمه السيسي، واحد اسمه ما على باليش تاع العراق، واحد اسمه ما على باليش تاع الجزائر، كان يدير اكثر من هنية. هو واش كان في وقته؟ كان الناصر، السادات، بومدين صدام حسين، تسمى الى تي ليميتي، هذاك ثاني فيس دو بوت دو بريمير كاتيجوري. وي وي شي توتالمون فوالا. وشيا ما كانش عنده حرية التصرف، لأنه الغباء صح. في العرب كان ناقص شوية، كانت مقدار تاع الذكاء. كمل. طيب هذا نعم هذا هو يعني بارابور، يعني من كنتو ناضروا بارابور لهذا الناس ياسع عرفات ما يدخلش منطقة بأكملها في جهنم، هذه جهنم راهم عايشينها. هذا المنطق السياسي الإسرائيلي اللي كان بعيد المدى، وصلاته
وصلاته وحققاته وطبقاته. يعني عندك انت شي ملاحظه تقول تبع لك ولي هالمسيو الرحماني فيما يتعلق بالمنظمات؟ حماس نعم صحيح، نعم صحيح، كلامك كلام صحيح. ولو ان كاين ناس منا ربما جو بونس نتمنى على نتمنى يا نونا مكفر، بصح انا نقول دو سياك بيقولوا يفهموا الحقائق الامور اللي حدثت في عمقها الاستراتيجي. اكزاكتومون. تفضل مسيو الرحمن. شوف خويا العزيز، انا موافق في الراي نتاعك، انت هضرت مع لي زوديتور، دوكا انا راح نهضر معك. شوف كاين حاجه سيت الي تري سامبل ا سافوار، قريناها في سوره الكهف، باطن الامور غير ظاهرها. عندك المعلومه الصحيحه ماكش راح تطرح الاسئله تاع موسى، ما عندك المعلومه الصحيحه تطرح الاسئله تاع سيدنا موسى. سيتو. انا كي نجي، اسمعني مليح، كي نجي انا حركه جهاديه وسمي انايا ونرجله، ماشي كرفه كيما هنيه وصحابو، يعني ما نخدعش لي جون، ما ندزش لي جون للحرب. نعطيك حاجه تحب تضحك، الحروب تاع غزه داير الحرب هذه، انا قلتها عندي 6 شهور راكم تستناو حرب في غزه، على بالي واش قاعد نهضر، مانيش نجيب فيها من التنجيم كيما نقولوا حنايا. شوف واحد النهار واحد تقساني قال لي واش رايك في واش قاعد يصرف في غزه، واحد بدات واحد الحرب، قلت له شوف، قلت له اتيتر بيرسونيل يعني شخصي، كون نلقى طريق، ما كنتش مريض كيما هكا كنت بصحتي شويه، قلت له كون نلقى طريق انا نروح نحارب معاهم. قلت له بصح كون انا قيادي في الجزائر نغلق كاع رب الحدود على الجزائريين اللي يتحرك نقطع له راسه واحد ما يروح. قال لي كيفاش؟ واش هي التناقض هذا؟ قلت له فاهمك. انا مسؤول على نفسي، كي نقرر انا قرار انا نروح فيه سي با غراف، بصح انا مسؤول على شباب وشبان وشابات، على بالي رايحين للتهلكه، كيفاش تحبني انا نسمح لهم؟ شو با فهمتني؟ فرق بين القرار اللي تتحمل مسؤوليته نتايا وحدك، وبين القرار اللي تتحمل مسؤولية شعب ولا قبيلة ولا عرش ولا حتى فاميليا. سي ديفار. دوك انا شوف كيما قلت انت، قلتها انا ديجا البارح ولا البارح، نهار اسلموا القضية الفلسطينية اللي احنا ما عندنا حتى ما عند فلسطين ما عندها حتى سلام بالاسلام، هاي من الاخر داكور ما عندهاش كاع، ما تقول لي الاسراء للمعراج للخرطي تاعك ما كاش. الارض هذه من ناحيه الديانه السماويه اما يهوديه اما نصرانيه، ما تكسرليش راسي صح. مثلا كاين اشكال تاريخي هضرت عليه خليتك تكمل بصح نوضحه لك. لو رويوم دو جودي، لو رويوم دو جودي اللي كان رويوم يديريجيوه احبار اليهود في لو غران طوبل تاع سليمان اللي انتفض عليه سيدنا عيسى، والرومان كانوا هما سي تو فو الحمايه، الرومان كانوا عندهم مستعمرات باينين والباقي حمايات، يعني يكارديو السلطان تاع البلاد هذيك ويتعاملوا معاه يسلك لهم لامبو خلاص، يحطوا له 4 قرودة لابسين لي جيب هذوك لي ميني جيب روج وغازين شي با حربات ويسركلو وخلاص. نهضر في الكار ما كتبش الناس تفهم. سي يافي لو رويوم دو جودي، يافي بليزيور رويوم، اي لي رومان كي ايتي بايان يعني عندهم برينسيبالمون يعبدوا الا ايلات كيما اللي كانت عندنا في مكه، يعبدوا الا. لي بايان هادو فهموا باللي كي تروح تستعمر شعب وتدخلو تحت الحمايه باش يسلك لك لامبو ما كان لها تدنى للدين تاعو، راك فاهمني؟ ما تخلطلوش فيه. صحيح. لو رويوم دو جودي، شكون اللي حتم على كفا اسمو هذاك الروماني نسيت اسمو مشهور في العالم كاع تالمون، المهم لو شيف دو لا غارنيزون رومان اللي هما قالوا له علق جيزو، يهودي منهم
بصح جاب قول واحد اخر الى عز وجل سي حبار اليهود اللي حكموا عليه وطلب من روما انها تعلقوا كما كومبري او با يعني ما اخويا يعني صحيح اللي يقول لك ما كانش اثار يهوديه في فلسطين لا لا غلط بصح اللي يقول لك الارض هذه تاع اليهود غلط مثلا كاين ناس درك كي يسمعوا لنا هضر نقول لهم يا جماعه وليوا للتاريخ نعتوا لي اي دوله استعمرت من كيان محتل وتحررت في 20 سنه ما كانش لا مويان جينيرال 100 سنه ان سيكل يعني بالنسبه للرحماني محمد الياس فلسطين راح تتحرر من الكيان الصهيوني بربي ان شاء الله اون 2048 يا ربي فوالا تو سامبلومون لازم تحكي ال 100 سنه على 100 سنه باش الشعب يتوعى والشعب يفهم باللي اتونسيون الاستعمار اللي يجيك اليوم اسمعني مليح اخويا وانتوما لي زوديتور اسمعوني مليح هل نحكموا دوله واسمها بلاد طاوطاو بلاد طاوطاو هذه عندها السلاح عندها جي سي با كوا ما عرفتش جات احتلت بلاد برق برق صح هل بلاد طاوطاو تاخذ بعين الاعتبار التعليمات التاريخيه اللي عاشوها كل الدول الاستعماريه من سنه 1500 ولا لا الاجابه نعم على معناتها راح تشوف المستعمرات الفرنسيه البريطانيه الاسبانيه البرتغاليه اوروبيه كامله ما كانش واحد جمله امريكاتين استعمر حاجه والله الامريكان ما كانش تشوف معاهم تتعلم من واش صار لهم لانه الاحداث راح تكون نفسها واش دير هي تتعامل مع الاحداث على اساس السوابق التاريخيه اللي عاشوها قوات اخرين في قضيه الاحتلال دوك انا مثلا تقول لي ارحماني ارواح نحتلوا اين خيروا بلاد عفسه هكا تحتك كالكبار تحتنا نقول لك داكور اوكي نعطيك ان بلان داكسيون نعطيك ان بلان داكسيون توت سويت بصح البلان داكسيون تاعي واش تلقى فيه تلقى فيه كلش الا الاخطاء اللي قاموا بها المحتلين اللي من قبل جازوا على المنطقه هذه باسكو جازوا وخرجوا انا الهدف تاعي ندخل ونقعد دونك ماشي الاخطاء نتاعهم فهمت خويا شوف كاين شوف كاين ايه في القران خويا العزيز اتشبت بها على قد ما تقدر انت ولادك اي تي بتي زونفون غدوا هل يستوي الذين لا يعلم لا يعلمون الذين لا يعلمون هل تستوي الظلمات والنور اتشبتوا بالايه هذه تعيشوا طربيا العلم طريق النجاة والنجاح الجهل العلم والنور ماشي غير نور يا رجل جاز النور اللي هي قضيه قوه كاع اكثر من النور قوه كلام صحيح قوة كبيرة قوة كبيرة هضرتك كاملة عجبتني عطيتك جوست لمحة تاريخية على قضية فلسطين عندك الحق لما رجعوها قضية إسلامية غلقوا عليها باب القضية التحرورية كوني فرات أحسنت كوني فرات صح درك الحقنا أولى القبلتين يا سيدي أولى القبلتين وراكم مصر والسعودية والأردن وسوريا والعراق ودول المواجهة هذه عندها خمس أضعاف الطاقة النارية تاع إسرائيل اللي نهضر معك درك معلومة صحيحة فيري فيها وحدك على بالك باللي كوني ديماري طيارات من السعودية ومن مصر يضربوا إسرائيل الأمريكان ما يلحقش إنا بالطان في تواصل موند خمس ثواني ثلاث ثواني راحت إسرائيل تروبلت واحد يقول لي عندهم لو دوم دو فيغ القبه الحديديه نقولوا تاع اختك قبه الحديديه قداش فيها لا باتري 16 ميسيل كي نبعث لك انا 300 ميسيل او ميم طون اروح انت واجههم صح وي
بمنطقة عسكرية صحيح. مي بيان سور باسكو الأمر مفروغ منه. نزيد نقول لك حاجة. يا سيدي ما عليناش. نقولها قدام الناس الكل. ما عليناش. أسيدي إحنا سلميين. سلمية سلمية. مدنية ماشي عسكرية. هكذا صح. شوف تبع معايا مليح. أنا نعطيك سيناريو ونطرح عليك الأسئلة وانت جاوب. صح. غدوة الناس اللي في رام الله هذيك اللي داو النص نتاعها المستوطنين هكذا والناس اللي في غزة هادو الفلسطينيين برك وعرب إسرائيل يعني اللي عايشين في إسرائيل جنسية إسرائيلية هم عرب صح وبعض اللاجئين نتاع لبنان نتاع الأردن نتاع المخيمات أسيدي ما يديروا والو تعرف شو يديروا حاجة صغيرة خلاص ومبعد نطرح لك سؤال إيماجين يخرجوا بكل في وقت واحد نساء رجال دراري هزين يديهم في السماء وماشيين حول المقدس وش راح تدير إسرائيل أبسوليمون غير معليش نقولوا إسرائيل مهبولة تجيب الطنق والشار وتيري عليهم شفت هذاك الأول اللي يطيح الأول اللي يطيح كما الثورة الإيرانية ذوك يقولوا عليها شيعة ايه ودي تناكو قولوا وش حبيتو شوف اللي يقول لي طيح اللي وراه يهز الدم نتاعو يربطو في الجبهة نتاعو ويكمل يمشي ما يتيري ما يضرب حجرة على بالك شوف اسمع مليح كل صف يطيح لو دوغري في الحامية العربية الإسلامية يطلع تسمع بوم 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 الصف الثاني الصف الثالث شوف الصف الخامس السادس لا السيسي لا الكرفة هذاك تاع العراق باش تبربك فيه اسمه لا هذاك الدونتيست لا شوف لا حزب الله واحد لا يقدر يحبس غدوة الحامية العربية الإسلامية صار اون ديفاستاسيون تعرفش معناتها ما تعرفش نزيد نقول لك حاجة كاين أكثر من 60 مليون هذه 60 مليون يعني تتقاس بالقضية الفلسطينية الصف الأول واش واش هذاك تاع فرنسا ما يسمعش به الصف الثاني واش واش تاع فرنسا يشم الريحة ماشي غير فرنسا الأمريكان الإنجليز الألمان كاع 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 ترك الصف الرابع ما من واش واش يقول لكم شكاي الصف الخامس شرب رب العالمين هب نعطيها لكم الاخر حبسهم تاع غدوة حبسهم غدوة قريت لي شي دار يطلع بيرسون بيرسون صافا لا وسمها الحامية العربية الإسلامية ما احنا ماناش عرب بصح الحامية العربية الإسلامية شوف صارت في التاريخ معركة ديقار مضمة رجلت باباها وتلاقت مع صاحبتها شيخ القبيلة اللي دا السلاح تعرف كي شعلت النار في القبائل العربية شكون غلبوا غلبوا فارس لا فارس هذه الإسلام هذا كان هذاك وين جاء حاجة جديدة أخو ماركة جديدة دخلت السوق غلبوا فارس خويا العزيز غلبوا الناس اللي غلبت روما شوف كاين دي كاين دي زاكسيون بريسيز باسكو الحقرة مع الأول تشوفها من بعد تبكي عليها من بعد يوجع قلبك من بعد تقول بلا ربها لا فاتت مرحلة بلا ربها لا فاتت لا يحكم فيك السيسي لا يحكم فيك تبون لا يحكم فيك محمد 24 لا يحكم فيك محمد 25 لا يحكم فيك هذاك تاع نواقشط مسيو رحماني سامحني غير بغيت نطرح لك سؤال في نفس تفضل في نفس لو كونتيكست كاين بزاف اصدقاء قالوا لي واش يمنع ان الدول العربيه بالسلاح اللي راه عندها وكاع اللي راه الشيء اللي راه كاين ان تضرب اسرائيل استدير ضربه واحده كنت جاوبك شوف سويت نجاوبك شوف نجاوبك نجاوبك واحد المثال والله ما نفسره لك وما نعلق عليه نخليك تفسر وحدك الاستاذه تغلب الولاده تتو شاول
لي عاودي سامحني ما سمعتش. سقسي الناس الكبار تاعكم في وهران وفي الغرب، الوسادة تغلب الولادة. واه ودير حساب خويا. يا ولدي اسمع، ما تعلق ما والو، الوساده تغلب الولاده، حوس على الوساده، رجل الوساده هذه اللي راحت عند الشيخ بوقبع دار لك حروف تولي الولاده خلاص. ما نعلقش، ما نجي قادر على الحبس ولا مريض خلاص. ربي يحفظك مسيو الرحمن يا ربي يحفظك. الله يسلمك. وخليني صحتك ان شاء الله. ربي يعيشك. ربي يحفظك. السلام عليكم. الله يسلمك. ميرسي خو. صحه صحه. الو 75 مرحبا بك. الو وي مساء الخير. مرحبا بك. عليكم السلام. وي الو. عندك عندك ليكو كوبي لايف في البلاي. كوبي لايف شنو عمل؟ هي كوبي لايف باش نقدر نسمعك. بونس بيلات رياليتش توت افي لو غوفرنور سيتي بونس بيلات لو غوفرنور ولا لو كونسول البروكونسول. وي بونس بيلات خاطر سي ا كوز دو تريبونال جويف كي لا كروسيفي جيزو سي بونس بيلات. وي شوف رياليتش اسمع بارك الله فيك، لازم تعاونوني كيما رياليتش طول الموند كيما لقاش الاسامي وحوايج تعاونوني سي مانيفيك. celui qui a une arme peut battre celui qui a beaucoup d'enfants. Oui mais il faut expliquer plus à Jamal, c'est pas très clair. وي الو مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. مرحبا بك. مرحبا وبركة. صباح مشي رحماني. الحمد لله. أجو في الله ومساء الخير عليكم والسلام عليكم. عندي برك سؤال واحد. واش هو؟ مشي رحماني يعني اليوم هذا داروا مظاهرة يعني في الجزائر. في لابلاص برومي ماي شاهد شهداء. Un périmètre trop concentré, un peu kiff. Ça veut dire, bon, il y a Mali, je crois, du Mali Palestine, Mali Palestine, la Shuhada, c'est pas un problème. À la chaîne des aériens, ça veut dire, il y a un truc en balotage qui a joué Hirakin, Hirakin, Misbah. Qu'en jihad Hirakfio? Est-ce que tu as fait? هاي بينا بينا يفو مونتري اون ايماج بلا ما تكون سياسويه. يفو مونتري اون ايماج بلي هاد الناس كيما يدعموا فلسطين كيما في الاردن كيما اكسترا سي اون فورم دو موبيليزاسيون ريالمون بوليتيك. سا فو دير انساو العدس واللوبيا والمشاكل تاعكم الحقيقيه وخرجوا عندكم الحق تمانيفيستيو على غزة. نساو المعتقلين، نساو كلش، نساو المعتقلين، نساو الحقرة، نساو الحقرة، نساو كلش فلسطين وفلسطين و... ولا سيتو سوا ديزون سوا ديزون فلسطين فلسطين يقولوا فلسطين ظلمة ومظلومة سوا ديزون واش داروا لها واش داروا لها بعدوا مساعدة واش بعد واش بس من بعد طائرات يقول لك قوة ضاربة لو ميسي صار ما كان القوة الضاربة لا والو. شوف القوة الضاربة هذه سيتي في ايا سيدي ما عليناش ايا غدوة انا وياك رانا في القيادة العسكرية في الأوضاع الحالية هكذا. أنا في طاقرة أنا في طاقرة سوا ديزا أنا في طاقرة أنا وياك في طاقرة أنا سوا ديزا تقول لي نبعثوا إعانة لغزة نقول لك كيفاه كيفاه. شوف مادام مصر غالقة واش تبعث لغزة؟ منين تبعت الغزة؟ مصر غالقة. ماشي مصر، قول لها سيسي سيسي. ما نهضروش على الشعوب، يا راجل ما نهضروش على الشعوب، بين العقلية. مصر يقول الشعب الشعب، مصر مصر سيسي. حاشا. الفراعون سي عندهم بزاف. يا ولدي حاشا، حاشا معليش سامحني غلطت في الكلمة، حاشا الشعب المصري. السيسي غالق، وين نبعث أنا؟ وين نبعث؟ عبد الفتاح سيسي، لازم نهضر بلا
بلين دو تيرمي. واه حنا نخطبوا البنتي ولا عبد الفتاح السيسي وخلاص صافي في هذه. شكون ما يعرف السيسي؟ السيسي تاع مصر. شتي واحد مصري اسمه السيسي تايا؟ كاين غير هو. او دعمو عندك العق. عندك الحق خويا، عندك العق. عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه شيبوكوسما الجماهيريه المجنايا المصريه العربيه الاسلاميه المقرمديه المقوديه كاع هذا كو غالق. وين تبعت انت الاعانات؟ وين يقتل مرسي؟ يقتل مرسي سوا ديزا صحيت. انا بعت غدوه ايا 70 طياره تنزل في القاهره وفي الاسكندريه. السلعه اللي فيها كيف حد تدخل؟ هو خلى 20 كاميو يدخلوا اليوم كيعيط له سيتي فو الشيكور تاعو. اه 20 كاميو جون بايدن 20 كاميو زوج ملايين الناس بالترخيص. اه واش حنا نبعث انا وياك في الطاقاره واش حنا نبعثوا؟ ما نقدروش لاغال، ما منحبو، ما ننجموش، هنا با لي مويا. كيف واحد دخل تفوت على الماريكان يطيح لك الطيارات؟ ما تقولش انا حنا ما نصير فلسطين يا ونتكسرش راسك، ما تكسرش راسك مع فلسطين ظالمه او مظلومه سي لو بلون بوليتيك اي سنتيمونتال صح سي لو بلون اوبيراسيونيل كيما الصحراء الغربيه كيما الصحراء الغربيه كيما صار غير بوليزاري بوليزيرو مي سور لو بلان ريال با مكتوفين الايدي ما نقدروش باسكو علاش اوفيت لينمي ريال سي با اسرائيل سي الخوانه اللي دايرين بها برك. حرب 73 باش تكون في علمك يا جنوم كون ما خانوش جنرال عامر هذاك الوقت المارشال عامر واش اسمه انا هذاك وهذاك من جماعه ثاني الوسادات غلب الولاده هو ثاني كان طايح في يهوديه راهين صافي لقيني اسمع كون ما جاش هو وما خانتش لي طاماجور سقسي العسكر اللي داروا 73 مجاهدين في الجزائر ما تلقاهمش ماتوا قاعد تقربوا وبقاو غير الحركه لا بلي با صافي دير صافي دير حنا سي ما سي كوم لو في ميتي لو في ميتي على بالك واش هو نعرفو يا دولوم هادي صافي كيف كيف هي شوف شوف برك سيتو ما تسناش نقول بصح ما نديرش نهضر وما نكملش وين بار خلاص باينه معليش وداك سي كونسينك ما يقدر يدير والو شكون سي كونسينك شكون سي كونسينك هذا في السر شكون سانك محمد غندو ازونسيان نو مي بينين نو سي نو صح اسمعني مليح انت كي تحب تداوي مجتمع من امراض اجتماعيه ولا سياسيه تجيب شيرورجيا تاع الاعصاب ما قدرش اي خلاص كاين دي ستركتور سي لا شيرورجي سي اوبيراسيونيل مي الباقي تو الباقي سي ان اشافوداج بوليتيك لي ديكلاراسيون تاع لي جينيرو تاع اسرائيل درك ولي بوليتيك تاع اسرائيل في اسرائيل بعد اليوم على واش يحكيو بكل على ديسيزيون بوليتيك كيفاش كيفاش راح تجي كيفاش راح تكون كيف هاد الارضي كنقول لك انا الارضي كنت نوصلوا فيه المشكل ماشي هنيا كون هنيا او يقتل كاع جماعه حماس هاد تيبا لي دا بصح كون يدخلوا للارض نتاع غزه تعرفوا شي صرا هادوك لي جون سبوعه نسميهم لي ليون لي فري ليون تاع حماس لي جون ريفولوشنير دي ريفولوشنير
شوف كي يبداو ما يفهموش لي زوردر تاع القياده يطيشوا ربها. هادوك نقول لك حاجه يديروا كارماش في اسرائيل والله. وتدخل اسمعني مليح كون يدخلوا عبور بري هذاك ولا شباك يسميوه انا يعني. اقتحام والله قسما بالله ني صرا فيهم الشر اقتحام ما ما ينجموش يشرا فيهم الشطلي والمطلي داكور بين عسكري يخمع على بيرميسيون باش يشوف صاحبته وبين واحد بيع كلش فاميليا عندي وفاميليا واحد عندي وليد لا الاخر بيع كلش فاميليتي على بالي موتة الدنيا كل موتة بلا ربكم نفدتو سي هذاك الاخر سي لا ديستينغ شا ديستيناسيون سي باش يتربي فوالا يولي واحد تاع حماس قد 100 والله 200 جندي اسرائيلي شفتو في الميدان تاعو زادوا داروا غلطه قد ضرب بريصانهم كسروا الدنيا كلها كسرتوا الدنيا على بالكم بلي كي تطيح البنايات في منطقه كانت مأهوله سكنيا بزاف فيها البيطون بزاف يعني الطريق فيها 2 متر والناس بانين باش ما كانش ليسباس كي تريب الدنيا عادي كوش تخلق راك تخلق كازمات بيطوني ابدي تتكلم فوالا صح بون هذه حرب المدن نعرفوها بصح في لوكسيدون ما يهضروش عليها بصح كاين ناس عم يهضروا في فرنسا في بارتو يقول لك يا ولدي لوفونسيف تيرستر اسرائيل باش يحبوا اسرائيل لازم ما تولى اي لعبه ماشي هكذاك سوا ديجا يا با دون لا لوجيك دي شوز يا با دي ديموكراسي فوالا دون اه نو كان ديموكراسي اسمع ديموكراسي ديموكراسي اوزي او فيزافي فيزافي دو موند ما كانش ديموكراسي في لو موند با ايكوت صاحبي راك تفرج راك تشوف كان ديموكراسي وين هي كيفاش ما ديك امنيستي انترناسيونال وين هما هاد الناس يسون هو سي لا لو دي بلي فور لا شوف مول الدراع يفوت مول الدراع يولي مول الحق ومول الحق ما عندوش حق علاه باسكو ما كانش قانون كاين كاين القوى الربانيه على بالك في الدنيا في الدنيا اقسم آه. بالله العلي العظيم شوف اخرج من اخر من الزرع هذاك اسمعني الزرع هذاك اخرج منه كاينه ايه قرانيه صريحه واعد لهم ما استطعتم من رباط الخيل ما قالكش اعد اكثر منهم ما استطعتم ومن بعد يقول لك في ايه اخرى وكم من فئه قليله دونك كي تعود النيه بين القياده والقاعده مبنيه على تحرير فلسطين تتحرر فلسطين كيش هاد القياده خاينه قال مصالح كيما راه في كيما راه في الاوكران كيما راه في اكزاكتومون اه الاوكران الاوكران عندهم راهي في الصحه شويه كاين بزاف الدول كاين اسمع اللعب شوف في السودان في النيجر ما تكسرش راسك والدخله تاع العراق جديده والدخله تاع سوريا ولي زاتاك كونتر لي باز امريكان شوف بدا ساعه هذا 3.42 اه جي با الدروا المهم حاب نقول تقطات بزاف شوف ما تكسر راسك ما والو بالنسبه لينا حنا لورد دي ماسينيسيان جزائريين حرار ولاد نوميديا على السياسه الماسينيسيه لافريكو زافريكا على بالك بور نو حنايا لو جو اي لي تري كلير وي والله لي تري كلير على بالنا كاع اش حيصرا قسما بالله بالديتاي على بالنا به شي بيان جوست مي ماناش في قياده حنايا باش حنا ما عندنا لا حول ولا قوه لنا عندنا معلومه برك حاب نقول لك حاجه علاش على القياده تاعنا دروك راه يديروا مسيرات شفنا خرجوا الاحزاب يقولوا كيفاش يقولوا هذاك المخزن مطبع والاخر معاه والله تخلي والله يرحم يرحم شوف شوف يرحم بابك خويا العزيز خويا العزيز شوف اسمع انا ما عنديش مشكل مع المخزن ما عنديش مشكل مع المروك وما عنديش مشكل مع الحدود الغربيه تاع الجزائر تعرف علاه هلا هما يا سامحني في الصحراء الغربية مادام ما تهمني شوف ما تهمني لا الصحراء اسمع ما تهمني لا الصحراء الغربية لا موريتانيا هذاك الجار الغربي انا بيني وبينه بنيت صور فيه 200 متر طالع للسماء
صافي دير كوا صافي دير ما اكزيستيش ما نهضرش من عليه هما علاه باش يبينوا للناس ها المروك ها المخزنه لا مروك لا مخزن قطعنا علاقات دبلوماسيه غلقنا السماء والماء والارض ديك واحد يقول كذا بلا قال بلا قال فلسطين ودروك ربي يشفوا ما عليك ما عليك ما 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 يحوش ما يا اخي قالوا ما هذيك القضيه تاع القضيه بدنا انا اللي فيها وحدي يا اخي العزيز يا اخي يا اخي العزيز انا من الناس اللي عندهم 3 سنين قلت هاي الوضعيه مع المغرب لازم نغلقوا السماء والماء والارض باش الناس ما يقولوش هذا ومن مانيش من الجماعه هذيك انايا وما ملي يخمم هكذا كي لا يسفي اونكولي سي با غراف انا عندي 3 سنين في الفيديو قلت لهم شوفوا الحل مع جارنا سي سامبل نحطوا المشاكل لا حليناها بطريقه قانونيه اللهم بارك الدنيا تفتح من بعضها لا ما كانش حل قانوني وكان هو الظالم نغلقوا السماء والارض والماء سي اريفي دوك واحد انا غالق عليه عليه نهضر عليه ما فهمتش سي باسي تيرميني واش ندير به تحكي ما نجبد عليه ما والو انا غالق عليه ما نجبد عليه من القنوات ولا تحكي عليه ما نحوش عليه خلاص خلاص ثاني خلاص شغل الحاجه ما كانش هذه انا عندي حاجه ما كانش انا ما عنديش حدود غربيه الحدود الغربيه تاعي غرب جنوبيه ظالمه ومظلومه اكو بعث بعثي مال راك راجل انت بعث رصاصه رصاصه بعثي مال بعث شكر تاع شبيت هاي نشوفوا كيفاش يا ولدي ما يقدرش انت كيفاش حماس تلونسي معركه كيما هذه وما عندهاش اشلا شهر ماكله شوف الخرطي هذو الخزعبلات خويا العزيز كرهنا منهم حماس عندهم شكون كانوا معهم ماشي سيفا شكون معهم ماشي بي ميليشيا ميليشيا ماشي ميليشيا واحد برك جهادي وجدوا شكون والله ماشي جار على باليش شو با دي رونسوني مون كان الموساد الموساد ما ماشي جار لا لا ما ماشي ونسي جامي الموساد فيها الداخل آلاز كاع بالك منهم يا ولدي شوف لي فيديو تاع لاطاك اللي سموها طوفان طوفان تاع خوتهم داير راح شوف لي فيديو تفرج وحدك عاودهم عاودهم وشوف اي حاجه تبان لك بيزار في الفيديو سينيالها دوك تشوف دوك تشوف سي تو يعني قلت لهم انا في لايف من قبل قلت لهم جيبوا سكورسيز والله هذاك واش مو سبيلبرغ زيدوا السيناريو مليح يعني تمنى بدا الله الراي العام يحبي يحبي عمي فيهم واللي يحكم الحكايه والله اسمع والله والله شوف والله تخلينا من الراي العام باسكو الراي العام لابس لحيه ومقرج مع راسها بخمار هذا وين قتل كاع المود الراي العام فوالا شويت لوجي شويت باسكو ابارابا واش يشوف واش يشوف الراي العام يقول لك فيزافي دوما فيزافي فيزافي الدول العظمى فيزافي الدول المحايده فيزافي خلينا المهم عليك لكن عندك بتيت كاستيون ان كومونتير تفضل جو دو باسي اوت شوز قبل ما نغلق اللايف السلام عليكم صافي بليجير يا خويا البليزير بور موا ميرسي بوكو بور لابيل سيتي اغريابل الله يسلمك صح ميرسي مشيو صحيت السلام عليكم السلام عليكم وبركاته مدام وسيلة ميرسي افوكارت اس في تو بارتيسيبون اي بون تو بارتيسيباسيون اي بون وي 1 يورو 50 سنتيم الله بارك الباب فري بيرد غادي نحكي لك عليها انا واحد اخر انا جامي برومي لا باليستين اللي هو سي ليستوار الي توت اوتر باسكو يفو ديتيرميني لا باليستين على ليبوك ديجا ماشي لا باليستين تاع دركا ايديال سلام ليا جي اونتوندو كالكان دير كو لي كومباتون دو حماس اون مي لا مان سو لي زارشيف دو موساد اس فري هما سي كرياسيون دو موساد يمات كوا سو كال ارشيف وين وين الارشيف تاع الموساد وقيل لقاوه في لي كولوني شي متر يان دو تو مرسي يا نصر نور الدين سي رحماني على بالك باللي ما يسمى بالتيار السلفي راهم ضد فلسطين هاد ليامات تظن مليح للناس
تفهم. وي انيبال ميرسي، خلي الناس تفهم. الوغ ايل نو ميم با تروفي دو تراس دو ليكزود دون لو سيناي. وين تلقى ليكزود نتايا في السيناي؟ كيفاش تراس على بالك واش من وقت ولا عباك واش من وقت؟ Levez-vous, libérez votre esprit et comprenez votre histoire pour distinguer votre ennemi de votre ami. Il est temps de prouver au monde qui est l'ennemi. Bravo Ben Gazzara, qui sont les limites. C'est notre tour maintenant de briller dans l'histoire contemporaine. Voilà. Oui, tout à fait, Mohamed. Huma li bdaou bi'ou fl aradi ntaahom comme des crétins. Et qui m'a la plupart des Arabes, c'est des crétins. Voilà. On est une grande force sans le savoir. C'est vrai, M. Rahmani. Tout à fait, c'est dit. Inch'Allah. Je prendrai un appel ou deux. On va être. Ciao, bambino. Je commence à être fatigué. Ah, Zul, M. Rahmani. Ah, Zul, marhaba bik. Ça va bien? Wallah, très bien. Alhamdulillah, on t'aille, frère. Super, 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 super. Rahmani, Si vous me permettez de vous de tutoyer. Maalesh. Comme ça, maalesh, très bien. Comme ça, le débat va être très simple. C'est juste, je vais ajouter sur un sujet des Palestiniens. Allez, j'ai vu sur le YouTube des marches flakabili, drapeau palestinien flakabili. Jamais je toute ma vie. Et puis cette fois-ci, on l'a vu. Alors que le système nous a jamais laissé brandir l'emblème amazigh. Amazigh, oui, l'emblème amazigh, oui. Amazigh, voilà. Donc moi je demande aux gens là qui veulent libérer la Palestine alors que Houma ils sont pas déjà libérés. Ok, de faire un travail sur eux-mêmes et puis aller libérer la Palestine. Nous, Achnaf, la clandestinité depuis notre naissance. Oui. OK. Alors que des gens rentrent les prisons, les géants du système pourri, hein, juste pour exprimer leur opinion. Et Hleya, l'Algérie, l'affaire palestinienne est devenue l'affaire nationale. Et oui. Il faut qu'on libère cette partie du monde, alors que Hleya déjà on est prison de notre histoire et puis des prisonniers de notre histoire. Achna comme ça clandestin ou nous tout clandestin. Qu'est-ce que c'est des Amazigh là? On n'a jamais entendu parler. On trouve des Algériens. Alors ils demandent au président de leur ouvrir la les frontières alors que Adam et Rouch Mahmoud les chalutiers ou les bateaux hadou qui harcou et Rouch en Palestine s'ils veulent vraiment libérer la Palestine qu'il aille prendre je sais pas l'itinéraire le plus sûr et puis je suis sûr les Égyptiens vont les laisser rentrer. Mais pourquoi ils parlent pas beaucoup plus sur notre culture, sur notre amazirité. Le fait que là, je vais pas être méchant ou là, le fait que le drapeau hadak palestinien ou la flakabili, ça veut dire qu'on est khlas, la amazirité est partie. Le seul je suis pas en train de te méchant ou là. Non. Le seul côté, c'est l'honnêteté. Sur l'honnêteté, je sais que Hleya, c'est des bombes des émotions. On fait des réactions émotionnelles, manchamouche et puis Hleya qui chauffe la Kabili, le drapeau palestinien. Alors qu'on peut même pas dire. Alors, ils ouvrent les cafés littéraires. Les cafés littéraires où les gens vont lire. Oui. Pour comprendre leur histoire. Mais ils ne veulent pas les laisser. Oui. Parce que mais pour la cause palestinienne, à chaque fois, ils nous tournent comme ça. Une fois c'est la Palestine, une fois c'est le Polisario.
une fois sur l'Ukraine, une fois où j'ai besoin de le temps, tout va s'effriter, tout va partir. Et moi, je demande aux gens là qui veulent partir en Palestine qu'ils partent. Il y a des chemins pour partir. Pourquoi vous ne faites pas beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus sur comment reprendre nos origines? Comment on va reprendre les noms de nos villes, de nos villages, de nos termes? Et puis, voilà, combattons sur cela, la Palestine. La Palestine, je connais pas mal de monde, pas mal d'industriels palestiniens, ici en Amérique du Nord. Tadarlo, la Palestine, mais qu'est-ce qu'il est là? Il est fou, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Place, on a dépassé tout ça. On est en Algérie, avant d'arriver à ce monde-là, Ndjibou, la Palestine, elle est dans nos subconscients. Ils nous ont fait perdre la notre identité, où on l'a remplacée par l'affaire palestinienne. Akhouya, ils vont vous prendre beaucoup de temps au lieu de parler sur votre émission qui est sur la Numid. Et puis sur l'ordre des masséniciens, ils vont te parler sur quelqu'un qui n'a rien à voir à l'histoire de la. Il est temps, la vie, elle est en train de se raccourcir. Vous n'allez pas, votre vie, chaque jour, elle devient short, comme on dit en anglais. Chaque jour. Alors que les gens, au lieu de se regrouper, de parler de l'essentiel, de mettre la masérité et la culture au premier rang, c'est la Palestine qui prime. Les Palestiniens, ils vont rien faire. Et on a une affaire qui confronte ça il y a 25 ans, 26 ans. Où j'étais électricien, je travaillais dans des maisons, on refait les câblages, des bâtisses comme ça qui font des rénovations. Jamais le guide d'un livre ou là un instrument musical dans un foyer maghrébin ou là un foyer arabe. J'ai toujours trouvé du couscous ou là des valises statiques ou là des voitures ou là des belles voitures à l'extérieur. Personne n'a un instrument de musique ou là un livre. C'est pour ça que j'ai cru ils sont partis. Harbin Alina, monsieur Ahmed, ça, ils sont partis. Voilà ce que je peux dire. Je vous permets, je vous rejoins parfaitement. Chauffe. Quand il y a le feu chez moi, je ne regarde pas les autres immeubles. Sahid. Ma réponse est claire. D'accord? Sahid. Allez, on vous laisse. Et voilà. Puis, je vais juste ajouter un autre point. Faudre. Une seconde, s'il vous plaît. Ça fait un bout de temps que je vous suis. Moi, je demande à ceux qui appellent et disent « Allô, monsieur Rahmani, qu'est-ce qu'il y a comme menu aujourd'hui ?» Et puis vous leur dites « Ok, on parle sur le nucléaire. » Il devient, en une seule seconde, il devient spécialiste du nucléaire. on peut pas faire des... c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut qu'on se spécialise et essayer de parler de choses qu'on connaît. Bah oui, exactement. Voilà, comme ça, ça va enrichir. Et puis la génération qui vous écoute dans la vingtaine ou là-dedans. Au cours de Maïa, je vais répondre à quelqu'un dans un commentaire vous concernant. Ma t'allaqch nta, laisse-moi parler un an. Monsieur Achour Fari, galak ou shbik rak tkhallat. الناس خرجت على أطفال الدراري راح تموت. كل حاجة تدير عليها بوليتيك تقلق أنت من قلبك حجرة. ذوك نجاوب عشر فريد. خرجت على أطفال غزة اللي راح يتموت تحت البومبات. أطفال الجزائر سي فريد اللي تموت في السبيطارات من نقص الدواء من الإزانفكسيون من لا مال نوتريسيون ما تخرجكش. قلت لك السي عاشور فريد، قلتها في ان لايف، سمعت الطبيب نتاع لوبيتال تاع غزه هنايا قاعد يهضر، كون نحي
قناة الجزيرة اللي تحاور فيه ونحط لك النهار نحسبه طبيب تاع الجزائر يحكي على الجزر تاع الجزائر. خلي لاسموا لي ريبوندر il faut que les gens comprennent une chose très importante مهمة جدا. انت كيما نقول لك انايا يقول لك كيما قال له المقددة تضحك على المسلوخة والمسلوخة ما تضحك على المذبوحة. شوف السي عاشور فريد، انت راك في زبالة اكثر من غزة، غزة قال لي البومبات، وانت الزبالة اللي راك فيها كيفاه؟ وانت اللي ولادك غدوة ياكلوا في الماكلة كاملة بلي بيستيسيد كيفاه؟ انا نقدر ناسيوري لك بلي من غزة كيروحوا يقضيو في اسرائيل يجيبوا خضرة ما فيهاش المرض، انت تشري في بلادك الخضرة فيها المرض. شوف السي عاشور فريد كي تقول له تخلي بك حجرة، والله كاين انسان راسيونال في راسو إلي براغماتيك ما يفهمش. مثلا سي عاشور فريد كي تهضر على السيد اللي قاعد يهضر معايا درك وتقول قلبه حجرة، وهذاك الطحان نتاع ابو مازن هذاك عباس الكلب هذاك واش قاعد يقوض واش قاعد يدير وغزة تحت البومبات، وفتح واش قاعده دير وغزة تحت البومبات، مالا صاحبي كيما يقول لك لا شاريتي كومونسي بار سوا ميم، كي تحب تصدق كيما نقولوا حنايا الاقربين اولى بالمعروف. داكور غزه يصرى فيها واش يصرى على بالنا بحاجه وحده، الناس مساكنين يغيضوا ايفيكتيفمون يقطعوا لنا قلوبنا ايفيكتيفمون، نساندوهم من الناحيه الانسانيه كي نقدروا ايفيكتيفمون. بصح سامحني الناس كيما حنا في الجزائر اللي قابلين طحانين في البوفوار وخماج في البوفوار وحركه وخوانه واستعماريين في البوفوار، كيما هما قابلين قيادات حركيه يضربوا في الكافيار ويقول لهم روحوا استشهدوا. دونك خويا سي عاشور فريد داكور ديجا تكتب بالعربيه ديجا نحبسك، جاوبت ربك ديجا سي با نورمال تولاتش تلما شو با ديفيرونس في لونغ ما تولاتش. بون كمل خالي ومن بعد نكوبي عليك باسكو نجوز حاجه اخرى عندي انا نطرابل ونحبس. Voilà, moi je veux m'excuser auprès des gens là qui pensent que j'ai ani c'est pas ça, c'est pas parce que j'ai pas de sentiments ou la talbi hajra. Et c'est juste parce que on est en train de disparaître, on va mourir clandestin. Voilà. Ani nkra qui gol wahdani, je vous connais pas. Vous existez pas, amazir. Non, vous êtes des arabes. Adi taqtelni. Ça me tue. Quelqu'un vient me dire je vous connais pas. Voilà, voilà, that's right. Allez. That's right. Je vous laisse et puis merci Allez. Pour votre moment. Allez, good evening. Bye. Ce que vous donnez et réveillez-les s'il vous plaît. Parce que là, vous êtes le seul parce que vous maîtrisez la religion et vous maîtrisez autre chose. Ils vont vous écouter. Au moins, il y a une génération que vous allez démarrer. ان شاء الله خلاص غادي ديماري ان شاء الله. علي في لمن ماشي بون بون سواري. وي المؤمن يبدا بنفسه سي فري شاريتي بيان اوردوني كومونسي بار سوا ميم. الكوري يقولوها المسلمين يقولوها تو سكو فولي كيما ربي يقول لك ذوي القربى واليتامى والمساكين وعابر السبيل. ما نخلطوش فو با ميلونجي يا جماعه، يفو سيرتو با ميلونجي برك. Il faut surtout pas mélanger. أنا الجزائر في أزمة، أنا الجزائر. بعد نشوف أكوتي. كيف داري أنا فيها الزيقوم طربق الماء يسيل عليا أكثر من بارتو، التريسيتي ما كانش، الزبل شيبا كوا النار شالة، نحوس الكناع للجهة الأخرى، ما تهمنيش. كل واحد يتولى. كل واحد يتولى بروحه. ظروف مختلفة، سي فري. احنا كما داش الافلام وحد الثوره المسلحه جامي العالم يسمع بينا، جامي يجيو ذو اللي يعاونونا، جامي نفتحوا روحنا الطريق. فتح هذه فتح وجهاد والمقدس وشبكوا والخرطي تاع ربهم هذا، وين راح تروحوا للشعر لا تنجحوا بولوا على قبري. هاي كلا ربحت غزه بولوا عليا كما راكم بكل جمامي بولوا عليا بكل جاكسبت
تنجحوا الشعب لي بوال ياكوا ربكم فيقوا اللي جيت مسخر بكم اللي جيت منيك بكم اللي جي يقود عليكم اللي جي يحشيها لكم أرتي فو كونري ريفليشيسي كم الناس المودرن في دماغهم تخموش كيما الحمير إيه تفاصل مجتمع ريبيكا ونوال وروفيا وذاك تعطليا وزيطو ثم ثانية عندكم الزهر بلدكم كبيرة الو وي بونسوار vous êtes le dernier appel تفضل ديريكت تيري ديريكت ما une question en fait كاينه هي الزي تو القران واش تقول ونزلنا القران انت بيان لي كل شيء ايه صوت النحل على بالي ايه ça veut dire que tu n'as pas besoin de regarder à gauche à droite et même la géopolitique elle est incluse là-dedans. Oui, bien sûr, tu as... Chauf, ماشي هذه الآية برك, كاينة آية أخرى. ونقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. Toutes les histoires concernant les anciens prophètes, كدا, etc. لرب العالمين, حطهم في القرآن, تقدر تستخلص منهم des expériences sociales, politiques et même de gouvernance. Ok. Voilà. وكاين آية كي يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله إيه أولياء بعضهم أولياء أو بعض إيه بعضهم أولياء أو بعض مي وي بيان سور إيسا سا فو دير انتو انتوما المسلمين هما يساسوسي كونتر توا سي توجور لا كروا إي لتوال كونتر لو كرواسون سي لو كومبا هيستوريك مي كاينه اي واحد اخرى اسمح لي مشي رحماني ولا تجدن الذين قالوا ان نصارى وي اكزاكتو لا تجدن اقربهم للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى ولا تجدن اقرب الناس اليك يا محمد الذين قالوا ان نصارى لان منهم واش كمل الايه يا المؤمنين اللي أقرب لكم من النصارى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرحلة اللي راك فيها هذه ولا تجد أن أقرب الناس إليك الذين قالوا إن نصارى سادة خفة نو أسمع قعد معايا بس لسويت لسويت انت ما هي كنت ما تقبلنيش لسويت انت حالي يا بارتون خفة ولا تجي دنا قرابة نا نا بالعربية الكلافية التليفون ولا تجد أن أقرب الناس إليك في الدعوة تاعك يا محمد شكون الذين قالوا إن نصارى علاش
إن منهم شبا يقول ربانيون ضربانيون ولا أش ما عطيوه هنا يا رحم باباكم دوك يعطيوه هنا للأوديتار منهم قسيس ورهبان يتبارل de ce qu'on appelle de théologiens et de juristes qui acceptent l'islam dans son essence. Il ne parle pas du soutien aux musulmans, il parle au soutien à la parole de Dieu. Tu m'as compris, Lala? D'accord. Il y a quelque chose qui est très important. Il y a un hadith, من الله عز وجل إلى سيد الخلق محمد. أنا أقول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لا تجد ان اقرب وشكون الاعداء نتاعك الذين هادو على باسكو هادوك اي سون سوبيريور للنصارى اي هما اخمج من النصارى في الخبث الديني في العلوم انا ما يهضرش على الشعوب باسكو سينو واش تصرا يصرا مشكل كاينه ايه اخرى يقول لك ان الذين امنوا والذين هادو والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر اي لا سويت واحد ما يخاف عليهم دونك شوف القران il faut شوف كي تقراه je sais que c'est excellent je garde go là c'est pour moi c'est magnifique je connais pas ton âge c'est magnifique بصح روح toujours dialecté ما تحبش كي تقول par exemple tu te fais état كيما نقول لك انا je sais pas اسم ايا محمد الله علي ولا محمد ولا بامبر نقول لك محمد في الشركه الفلانيه الناس اللي حين يقولون قرب ليك هما لي جيتون بار اكزومبل اني نهضر عليك انت ولو كونتكست نتاع الشركه تاعك والناس نقول لك اللي راحين يسيو يطيروك من الشركه اللي تخدم فيها هما لي مورمون بار اكزومبل والله لي زامرانديان والله لي زامرانديان راحين يكونوا قرب ليك والاخرين راح يحبوا يطيروك شي باش ما كومبري راه سيد اي راه سيد خلص اللايف لايف ترميني je pense que j'ai répondu à pas mal de questions c'est le dernier appel merci beaucoup à madame Wassila tous les donateurs madame Wassila merci pour finir live en beauté avocat. Cotisez sur fraternitylimite.com aussi, c'est aussi valable que sur Numis Media. Marhaba bikoum beaucoup, madame Wassila, merci beaucoup. Demain, sans faute, j'essaierai de vous joindre, parce que Lyon, j'étais complètement dépassé. Et quelqu'un comme madame Wassila, qui n'a pas été en train il faut qu'on connaisse dans. Parce que là, c'est une dame qui a beaucoup de propositions magnifiques. À écouter attentivement. Aïe, on a un peu de temps. Aïe, on a un peu de temps. Aïe, on a un peu de temps. Aïe, on a Salah, merci. Aïe, on a 2 euros. Allah, il est magnifique. Magnifique, Salah. Magnifique. Là, là, je te rappelle. Parce que je suis fatigué. Demain matin, je dialyse. Aïe, on a un الو ها الطبيب مرحبا بك غسالي غسلام غوبيان فوني روكاع اليوم سيجي تاع السنه والقران اه قول لي انا غلط انا ما شلفنا القران كان طول السوجي سون طوب على هضر حبيت حبيت برك من واش قلت مقبل طرابور هذاك الشيخ اسمه عطله ها خلينا من ربي يرحم باباك ندير كلب كيما هذاك ندير عليه لايف انا كاملة خلينا منه ماشي ندير هذا ماشي انت خلينا منه ماشي ما عندوش لينا با لي نيفو ني القيمه باش نحكي عليه بزاف داكور هذاك بيدوفيل مقود كاع ما نحكيش عليه انا هو يدير في تيك توك دخل بالقران والرسول هذاك شو تيك توك احنا ما نديروش تيك توك نحكوا على القران روح مالا روح الشيخ اسرائيل سلكها
ما يقدرش ما يقدرش مسكين بين كرش وزكوي في الطفل والسماء تنكيت يعطيك الصحة أنا نحكي والله تعم تارد أسمع تعم تارد وقصحة وتخاطش الشيخ عطا الله أستاذ تعنا رحمني وتخاطش مرحي شوف شوف حبيت نهدر كلمة هدر جاوبني ديرك شوف أنا حبيت نهدر هدرت مقبل شوف اللايف التلاميذ والأخر وهدرت إسرائيل وفلسطين ما راح نجاوب شوف الجواب اللي كان عندي ما قبل ما يجاوب مسي الرحماني هذا الشيخ شوف التلاميذ تاعك انت اللي تلبس هذيك الجلابه واللحيه تشبه بالرسول والرسول كان نقي وبروبر دو بروبر بروبر يقدر سيواك ولا يبقى لا بروساده دونتيفريز في الوقت هذيك كان سواك يبتتر سواك مليح ماشي مليح انا باك شغل شغل كل انت بتحكي على دونتي فريس هو يحكي على سواك صحيح راح اتعلم نقي روحك ونساكم اقسم بالله تعالى برا كونيسانس والله ما نكره خوتي بكم انا جوفوا هذا بول حيام ساكن سيت انوتي كي هاي تيليزي بول ديتروير هم مساكن يتبعوه دوك يجي تحكي لي انت تقول الرسول ما تهدرش على الرسول ما تهدرش على الرسول ما تهدرش عليه وتجي بكري تخرب البلاد كاملة وتحصل في العسكر ولا مخابرات ولا جوا لترك كيما سيواكو دونتي فريس هذا واش راني نشوف والله نحكي معكم قلبي نو جو تو بيرمي با سيواك سي بون قال بين الخرا وبين دونتي فريس سي اوت شوز بون انا جي ريسبكت مون فرير قال لك بين الخرا ودونتي فريس انا كان ياك لاسكارلاتينيزم اخر راح قلت لكم خطره مش حاب نحكي مش انت حاب ندخل ما تدخل ولكن شوفوا ميسار ميفرات اقسم بالله جي ابلي يجي رابلي باسكو سي امبورطون بور موا ماشي بور موا بور نوتر انا بكم انا تلميذ شوف يا الشيخ يا الشيوخ احنا تلاميذ تاع مسيو رحماني شوف نهضروا على الماكلة نهضروا على احنا راسنا تد راس نوميدي احنا شوفوا الشيوخ شوفوا احنا نحبوا الرسول احنا واش علمنا مسيو رحماني نحبوا الرسول ولكن احنا نحبوا القرآن نقولكم على لانه واش قال الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوقت دخلوا فيه ناس بدلوها ولكن القرآن ربي وعدنا قالنا ما يتبدلش على رفو نتوم فراح أشوفوا لكا في الزبيضة شوفوا لي سيرتيفيكات عن سامساكن جزائريات فحلات نوميديات يجو يدير لي سيرتيفيكات تاع لا صدومي ها طبيب ماشي طبيب نو اختينا يا راجل لا اسمح لي نو مسي رحماني انا شي وتريلاف اسمح لي سي دي فيريتي الحق ما يساعدناش ولكن يا ديمو فو بارلي دي فيريتي الحقيقة هذاك الشيء الحق هو على بكم شوفوا لا فيريتي اللي تريز انتليجنت الحق وعد من ربي يا الشيخ وعد من ربي وعدنا ربي يقول لك الحق عليه نور صح يقول ربي الحق عليه نور مهما تخبيه شوفوا الحق ذكي بالعربية ذكية ذكي مهما تخبيه حيخرج
20 سنة 30 سنة 100 سنة يخرج ربي وعد تاع ربي والقرآن وعد تاع ربي وحنا نحب الرسول واللي قالوا الرسول ممكن تبدل يجي يقول لك أنا قال رسول الله ارقد اليمينه وبعدك الحق يبين بلي كي ترقد أضروات ما ليش ميادة حوايج واحد أخرين لي ما مشى حقائق ها سيدي ولي يرقد مبزح على كرشو على ظهره عنده مشكل مع ديني ما على باش يبالو كان مورال يا راجل رقد على لاكوش رقد على ظهره قال لك حتى اسمع لي غوشي ما كانوش بكري شوف سي اون بارطاج تاع بارابور او طون بارابور لو طون واش حكاو في الانترنت دوكا وشاهد شاهد من اهلهم هما يشاهدوا كاين الانترنت اللي تقول لك في 1600 1700 1800 دركا يقول كي ترقد سامحوني ميسر شوف تغلط نكوبي لك ديرك على بالك والله ما راح نقول حاجه جامي طلع بي جام ترمي فسكراني تلميذ تاع مسي رحماني الحادث ولا يخاطب هذاك الشيخ عطا الله اسمع يقول كي ترقد على كرشك ماشي مليح باسك في الشومبره كاين طواف في الامان صفيقه يا اطفال في الامان بونسوار يا طبيب في الامان هيا ادخلنا في الجنه العاشق والجنه اللي يتبع في الامان مرسي بور لاسواري طبيب فرزها صايد قطع البنزين تفرقوا المداحة الله يبقى فيها واحد مرسي اتوس بونسواري تر اونر ليبرتي والله راني مجاوبك تهبلت والله يا دين ربي انا وما لحقتش في الدرجة تاعك لحقنا اللي طواف على كذا ايا خلينا ايا مرسي بونسواري اتوس Que Dieu préserve notre chemin de vie.